هل رجعت لكم وجيت نفكركم كاين حوايج بزاف يعرفوهم غير اصحاب الجيل الذهبي ولا الجيل القصديري. كاين اللي يشفع على تشينتشين، يشفعوا على كيت الويلكمان، على البودكاستات، جيل حسني الله يرحمه، جيل باداليفو والقردون، يا حسرة على القردون. واليوم راح نفكركم في حلوة لطيف، يا حسرة على لطيف اللي كان داير حالة في هذاك الوقت، تاكلها من ما تعرفش كاع وين راحت، والبنة تاعها ما نحكي لكمش. واش درت؟ رحت نجري للحانوت، جبت فيها واحد القرعة تاع الغازوز تاع هذيك المرحبا اللي برخاوس. انا ماشي ندير بيبليستي للغازوز تاع برخاوس تاع مرحبا، ولكن كما تعرفوها راهي رخيصة 5000 برك، ولا تنجيب غازوز تاع 10000 كيف كيف، هو غازوز ينفخ ينفخ يقرع يقرع. ايا ما نضرب فيه وحده تاع مرحبا هذيك شوفوا 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 القردون، شتو القردون اللي يعرف القردون، هذاك هو القردون. ومن بعد شفت هذيك القرعة تاع غازوز مرحبا ورحت للدار. هيا نجيب لكم مقادير، ونسيت باش نقول لكم السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أسمر الجزائري. هنا جبت قرعة تاع الغاز مرحبا، باش عندنا كامل جبت زوج عطر تاع ليغو ولا العطر اللي هما عطر الفراولة وعطر تاع الشمينغوم، وجبت هنا 30 غرام تاع جيلاتين. ورايحين نبداو المهمة في كسرونة، راح نحط فيها النص ريتلان تاع الغازوز، راح نخدم غير كمية غير صغيرة باك مش نخدم بزاف. انا حبيت تفكر هذاك الايامات الايام تاع الجميله تاع واسمو تاع لطيف، روح نشرب من الحانوت تاع عندك 500 ملعقه باش تجري عند الحانوت، اعطيني لطيف اعطيني لطيف، تاكلها من بلعت من. شوفوا بعد ما حطيت نصرة تاع الغازوز الابيض الشفاف، انتم تحبوا تحطوا اي، اذا ما كانش عندكم منكهات عطور كما تاع الفراوله ولا تاع التفاح ولا تاع النعناع، ديروا غازوز تاع تشينا تاع الفراز تاع اي حاجه. ومن بعد ما خلطتها شويه خرجوا لها كاع لي غاز تاع الغازوز هذاك، كما نعرفوا الغازوز انه حلو، زدت له شويه سكر باش يخرجوا اللي يخرجوا لي غاز، وعاود حطيتها فوق النار. الوقت وانا نخلط الوقت اللي نشوفها بدات تغلي نحيها من فوق النار. ومن بعد راح نزيد لها تقريب هنايا 50 غرام تاع السكر، زدت لها درت لها شويه مع الاول وزدت لها شويه، بتقريب كل شيء 50 غرام سكر. شوفوا انتم الحلاوه هنا كما تحبوها، لا حبيتوا شويه حلوه زياده زيدوا السكر، حبيتوها نقص حلاوه نقصوا السكر، هذا ما كان. وجبت زوج ليفيرين هكذا صغار باش يساعدونا بك في التخلاط، واحده حطيت فيها عطر الفراوله والاخرى نحط فيها عطر تاع الشمينغوم. العطر تاع الشمينغوم ولا تاع العلك بزاف شباب، هايل، واحد تلقوه فيه روعه، هايل خطير المذاق. هذاك الوقت ما فقولوش بك، كان هذاك كانوا لطيف يديروا له العطر تاع الشمينغوم. هكذا نحط نقسم الكميه على نصفين، والكميه الثالثه واحد تبقى لي واحد شويه راح ندير لها عطر تاع الليمون. ومن بعد نبدا نخلطهم مليح مليح حتى يتخلط هذاك الذوق، يتخلط مليح مع هذاك الغازوز وهذاك الجيلاتين تاع البودره. انا من النوع اللي ما نحبش ندير الجيلاتين، ولكن كي تحتمت عليا لازم ندير الجيلاتين، خلاص الجيلاتين تاع البودره هذه قال لك جيلاتين بقري حلال، ما نعرف الا صح حلال ولا راهم يطبعونا برك. المهم كما راكم تشوفوا نحطوا هذاك في القوالب تاع السيليكون، حطيت فيهم اللي ملهي عطر الفراوله ومن عطر الشمينغوم وزيد عطر تاع الموز تاع الليمون عفوا تاع القارص. ومن بعد نخلوها تبرد ليله كامله، انا حتى خليتها في الليل خدمتها في الليل كامل وخليتها بردت. المهم ما صبرتش عليها ومن ذاك نروح نضرب مغرف منها ونولي نتفكر والله صح لطيف، نقول لهم والله صح لطيف. كما راكم تشوفوا نجبدوهم من هذاك السيليكون تاعنا، نجبدو هذاك، ديروا اي قالب اللي عندكم في الدار وراكم تشوفوا مولاي انه يترعد، ان هذا لطيف يترعد بزاف حكمة الرشا. خوتي خياتي ما تنسوا تزوروني على قناتي اسمر الجزائري، تهلاو في روحكم بزاف، سلام.